نحن متواجدين الآن على الأطراف الغربية وبالقرب من المنطقة المستهدفة في ريف إدلب الغربي بالقرب من المدينة جراء الاستهداف من قبل الطائرات الحربية الروسية منذ ساعات الصباح الأولى على المنطقة، مما خلف هذه الأضرار الكبيرة في منازل المدنيين كما تشاهدون خلفي تماما. هذا المبنى الذي تم تسويته على الأرض بشكل كامل، وأيضا هنا أحد الصواريخ الذي استهدف المنطقة كما تشاهدون حجم الدمار الكبير الذي خلفه هذا القصف الكبير في ممتلكات المدنيين وفي المناطق الزراعية. 5 غارات جوية حتى هذه اللحظة، وما يزال القصف مستمر وما تزال الطائرات الحربية تحلق بشكل كبير في الأجواء. أيضا الطائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال الروسي تحلق في الأجواء وتصحح الربايات الصاروخية. تستهدف هذه الطائرات الحربية بشكل مباشر منازل المدنيين كما تشاهدون خلفي تماما. هذا المبنى الذي تم تسويته على الأرض بشكل كامل، يأتي هذا التصعيد من قبل الطائرات الحربية الروسية بعد أن قامت الفصائل الثورية يوم أمس باستهداف الرتل المتوجه من دمشق إلى الجبهات الشمالية لحلب. ما تزال الطائرات الحربية الروسية تحلق في الأجواء، ومن الممكن وفي أي لحظة أن تستهدف هذا المكان، وصغارات جوية على المنطقة في ريف إدلب الغربي. راديو الثورة شمال الحمصي من على الأطراف الغربية لمدينة إدلب.